الموضوع مزورو تتم يجي الموضوع السيور غدخاس بالضبط عسن 18 زي 10 يعني تقريبا شهر وبالضبط 3 سيمانات زكوامي خاس السيور يتعلق الامر زكوماتنا خني مثلا انغار العسكري الامن الشرطه البوليس الاحتلال على ويدي ثندينت النظوة ثومة النية وميقان مراد الحمديوي ما مش تسلم يوقع خاص شوية موار يوقع خاص شوية من التغطيات سيور خاص الطاس وسالمناسبة الصراحة تحييخ الفرع من الجمعية المغربية على ما أعتقد لحقوق الإنسان الفرع عن النظوة يتبنى يسيوضن يقديش البيان يقاضي يسبلي ثومة مراد يموث تحت سما سوعمود إخاس مارسن البوليس نيخ الجيش نيخ الأمن الاحتلال العلوي ولكن في نفس الوقت نقارس الجمعية يثا استمر ذي المتابعة عن الملف لأنه ديجا التاس الملفات التاس المواضيع بدان ديسن وشا سمحن ديسن مثلا أم الموضوع حسين بلكيش نيخوني توسنن سادو يسم ريفينوكس ورانتا تبنى القضية الناس ولكن غم كارو ويسين حد الملف ما مشينا وني تحقيقات الاحتلال تراح نكجن وشا والتعقيب نشا غا الأصل باش أذاخينين ماني وضل المهم الحلقة عن السيور دخاصن عام 18 زي 10 تغاي الله شانترتيام زقوامي يموذني زقوامي يتوانغ ثومات الشهيد مراد الحمديوي نهارا نخذي ترتية ما يعدان ذي النيوذان سما ذي النضوات حي خن السانيتاج تحية طمقران تزيرات جغم ورناخ قينتي زما جن مجموعة الزيسان قينتي زما روحو يند مجموعة المعطيات ويند مجموعة نتمسرايين توغا وخاصن تسي ورخشا تواصلن اكيدي على اساس باش اخذت السي ورخ اكثر او نان باللي اوارم زوارو تغدي المستوى يوذان يعجبس نحار بما فيه بما فيهم العائلة الناس الوالدين ذي يثماس دمارة نشين دائما نقايا وراء أقن خذا باش نصيوض رهم ذو منوس عارفي باش نفضح الإجرام علوي باش نفضح الخروقات يتق قايت مثلا خيرفيا يجان سادو يعني سادو وحوس الناس من زنشين أقن خذيت معثا وزن ماذا غديوض إلى حدود الساعة الحمد لله سويني أن تخصص إجنر وقت ضم قراني يتمثنا خي تعيشن سادو ممشنيخ وحوسة الغاشم أو تغنيخ إجنر وقت أنه بنادم يعني ذي تشوراث نعريف ذي ثندام ذي المناطق الريفية مارة أي حاجة وذوم تعجيب أي حاجة ترتكب سما الخروقات رجال السلطة نيخ البوليس نيخ القضاة نيخ مارة إني قنن غا الاحتلال يخدم سادو وحوس نيخ يتمثل الاحتلال على ويذ يعرف نيخ ذي وقت ني وذا زد عوذ اخر خو قاغا وما يثميري فيين وني جان ديش المنطقة ذي يعرف اي حاجة يعني وهد جيشات تني اي خروقات ولكن اخسامنا اني اذيري مؤكد اذيري اخبار مؤكدة وذا اغتشتشا المغالطات باش وذا اختقنبو الاحراج خميد غفغن اذينين قامين دي النيوبة وجيشا نيشان انا عقب غالموضوع عن انتومات النخي عزن الشهيد مراد الحمديوي 18/10/2019 سيور غدخاسي جن 25 مينوت على ما اعتقد المهم نهارا غاز نعقب خاصن السيور يعني زي جديد المهم ما مش النيخ ذي وقت النيو النيخ يجي موار باللي ينغين مراد وتريح نشاغر حبس وذا سني توقيع بالمتابعة ونزمار نحكم لسبب بسيط أن مراد ذارفي وأن الجاني نخونين غين إتغيما يتمثل احتلال إتغيما ظل مستوطن مغربي يتمثل الاحتلال أعلوي سويني قاخ باللي وراديج نحجز وديتيز الجديد وراديج نحجز وتوقيع إيني إنغين مراد ما مش ويوقيع ولو إني إنغين عماد العتابي مامش ويوقع ولو إني نغين خمسة شهداء مامش ويوقع ولو إني نغين ريفينوكس مامش ويوقع ولو إني نغين كريم الشقر
وهلما أجرى اللائحة طويلة. إذن نيخ باللي وضغط سما وضنتايد شوية المعطيات نيخ المعلومات زججن فاميليا الناس الحولخ أكيد ومن تنشعشخ. المهم ثومت مراد تغي توسن سجنيسم ترغى ناس دي نضوع وبالضبط دي حي إشعار إغاية تميجن مسقط رأس الشهيد ترغى ناس أوباما، يعني ترغى ناس مراد أوباما وتسين حد سيسم الناس العائلي جاند الحمديوي، ولكن ممش نيخ سور نخاز نيخ غاس جقب وني أوميقان أوباما ثم دي يعني نهاني أوميغا يوقع المشكل أغاز دياسي جو بوليسي يعني ممش قان أبعوش يتنتمغ الدائرة ثم زوارو تنيخ الدائرة الأولى قانس شاكيب ويسين حد يعني ويديو ويشا اسم العائلي ولكن يضايد الاسم الشخصي النس القصد النس يزيد غاس يوسا باش اثي اعتقل مغالي ان ذي نجن الشخص يصاص شكاية باللي مراد الحمديوي يكثيث يعني شكاية ضد الضرب والجرح. المهم بوليسي نيوم يتغيس غث الداد بنية اثي اعتقل اذي مساقا اقخيرس. المهم الناس وديك هزو خفران همين يوقعان همين يوقعان همين يوقعان الناس قوى ذي الجيشة ولكن زماخ أضست السيوضاخ خرس يوثغت الدات يوفذين يعني ممجد يوض يوفي الديث الدات تغي التصنيخ تغي فاق والسيناخ الناس وديك من تخدم ذا السيمورات الناس قطو غذا سميجو بعوش يعزوخاك من زيقا غاكي جن الشكاية بالسب يعني الضرب والجرح ثومات مراد إنكا ينفى منين نفيا قاطعا ان اسمنا يا مستحيل خري قارس يما سي ما قنش وقت حد يعني قيمه زاد شامينيكا ان اسم باش وقي شامينيكا يسي نكوث الناس لاكارت يروح يقعد غا كوميسياريا. المهم ماشي غا المهم غا الدائره الامنيه وانت مؤمن انه بريء. المهم السيد فنت غا كوميسياريا باللي عند خاس يسد وثارس اني خاصي صاصن الشكاية ومث غيزا الناس وتجبو ذوا أبدا أبدا إلا ذوا إذا يكثين الناس واني توات السناخ عماس واد زريخ عماس واد كثير عماس واد يكثي عماس واد كيسم ساقع. إذا إلى حدود الساعة يتغيما كورشي ذوني انت كورشي مليح ثومات مراد الناس نيثي ديوين إني نيثي السيد فنغ داخر من زي يوسد النيث الناس مدام السيد هو يقابل لي قاود جيبو ذنشي يكثين ما يمي ذا يتجي مذا عادة سوف أخذ الجيضة وحق غاي الشغرينو غاري الخدمتينو إكسيتيغا الناس المهم الناس رجاء أتقيم شوية أزاج كنيسي شوية الإفادة ذا الأقوال أزاج دنار النكوث النش أم بعد ترحل أطاوحظ بعد لحظات يمكن تسعاتين يمكن تيمينوثين والسينخ. المهم بعد لحظات أدغاس عقبا البوليس غا مانيخس بالعن ويدي أكيد سيجن تهمة ذا جديد ناس أحقا قشكتو غادي جا ناس زوخاك قشك غاكي جن مشكل ضم قران تقيت يتعلق الأمر أنه زنوزيد المخدرات الصلبة ذي الشارع والنمي قان الساقية الحمراء بنادم ينخرع ويفهم ولو يعصب سما شكتو إذا يد الشكاية الضرب والجرح رخوث قضايا قوني باري وجي خوالو رخوثو حثو يم تصاصم ديجن الشكاية نغني نخي جنتوه من نغني والسين خسما ما يستيد السكم مهم بنادم عادي ما مش النيخ جناس مج المحضر مرة ذي المغالطات مرة ذي خارقا او الشكاية يخاس يتوقن باللي باش تمس المناسبة باللي خدم ذي المخدرات يجي تخاس يجن الشخص أقتذين دي حيش على ممش دي يوض يخدم ذي النيجي جنت حانوت متهم ونتا متعاون إقل الاحتلال على وين يتشكام يسقوا ذر خبورات أو سلمناسبة ذي نفس السياق حسب التصن خبورات يعني بمصادر مختلفة ولكن يتغي ماذا نغميس ذي الجن أن الاحتلال على وين يعني ذو قطاس إشكامني تشسن حتى لاكارت يقانا سما متعاون يعني تعاونا غاو شكم وجبو ذر مقدم ولكن يتق الدور نر مقدم او السيدوا يخاسي شكمن خثومات الشهيد ورنتا المهمة النس هو يتشكر الاحتلال اعلوي
يتعاود مار من يتوقع عندين او ممشي نيغ منايا اقاد دياري في تقريبا مار. المهم بنادم يعصب الله يحسن عاون خمي خاش تغص عصن سمى التهام الظلم ذا ذوينات بلعن خاش يمكن يعصب كانت مهم هل كنت سوى عمود عازين تسوى عمود يمكن وفين الحالة نسوى تجيبه مليح إيسين توحو ينتسمى غشان سبيطاني قسين خماذي المستشفى ثي الزاد الحسن السفاح ما غشو مشان غنية. المهم أذز دقن ثيسي نفت غالبا نتيري ثيسي نفت الأعصاب مهم يعقب زي السني وزقامي دي يعقب صاصن ثيني دي, دي كوميسياريا نية ويسين مسكين ما يستيشا ويسين ماني جا ويسين ماني قوى إلى درجة أنه المخبرين ين الاحتلال أعلوي يسين أزدفوس الناس باش أضبصمن لأنه وثتو غشاء ذي الوعي الناس يبصم خسمخ المحضر والجيشاس الإرادة الناس وثتو غشاء في كامل قواه العقلية ويقى دائما أن ثومة مراد وجبوشا من هذا يعني أمي 100% إغراغ سيج المستوى ربما الإعدادي يعني مريض را الشكاية النين يخذ الملف في ذا سجل المفبرك إري 100% وخسي توقع شالي أنه مارة ذي خارقا النيخ أن الاحتلال أعلوي الجنود نيخ البوليس نيخ الشرطة الناس إسين تفوس ممشي جاي من مسكين دي الغيبوبة ذو عمود سين في بوهاريين باش تصوصن أذجني الطاس سيني ناس باش هذي أكد نتخيخ في الناس باللي نيشان يخدم ذي المخدرات يخدم ذي الحشيش. إذن من ينور وميد غي عدو الجلسة ثم زواروت وكيل الاحتلال العلوي يمسا قاذي نيك خارس الناس خاري الناس قاكتين يطاس يترو توغا ذي السيثا الناس قصدو قزنا يسو عمود قاقينا ذي سينافت مهم والسين خمام ميست الشيخ نضعنا يدير حبس وتجي غبو مليح وقينا يوين غوسبيطا إلى آخره. المهم خارس يعقب غث الداث العائلة ترجان باللي 100 سنة قدير حبس ترجان الجلسة القادمة باش ما خاس حكمان ما أذيذ الصفغان. المهم قساني أذا ديراغا إجن تومات مسكين أقثران تذا محبوس دير حبس انسروان وران تزي حي شعالة أديرا غادي ضبع نمرو إن يماس إرا غياز دي الناس يمينو قانش الفران قطرا غيغام تزير حبس نسروان الناس عزو خدا منيخ قا مراد النم يموث فماذ يماس وفهم والو ذن خراع تسكات غويث المهم الناس قا يموث ورخو السين خمرمي يموث شناب عيام ما ترتيام ما خمس ايام ويسين حد مرمي الناس قد المستشفى الحسني يعني ذي الزات المجرم الحسن الثاني. المهم وقعان غويان وقعان تزريوين ثقرع مسكين يماس ميق العائلة مع الراس غويان وميقرعان غا المستشفى نيخ غا سبيطار عفوا وجبو سبيطار غا ذي الزات الحسن السفاح وفين دين نيشان ميتسن يموت يعني ذي مستودع يعني مجسقان ذي نيبيراني ماني تقن يوذان يموثن. المهم ذي يعني ذي المستشفى ذي قام نيخ الخبرة العينية ثقاب اللي فرانوا يموت بوركيش التصن الدواء غزات إخارقا علما أنه منادم ذي خميتة فغار حبس مرغاك الدواء الأعصاب يتغيما دائما غا حراس نرحبس أر غفوضوض سمار وقت النش تيشناج من تتدمين زي الدواء بوذا تزنزد بوذا تشتطة ستنطحاض بوذا تمنع حالة نفسية. المهم منايا يتغيما يعني ذي خارقا نان باللي سما إشا يتصن دواني الأعصاب. المهم الشيث يسقصايا سحقيا عديس بين قوسين الزيس يقموث. إذن الغريب سما النقطة الخطيرة يتبتن باللي مراد ويموت شا ولكن نغنت أنه مراد وميثيسين زي حبس المهم من عيثي دي جن حريقو عديس خطار يتمتى يسغويو ورا دي جواتي دي سيوي ورميد كان ديني محبس يقع اللهم إن هذا منكر إروح أني سنتيد ولكن قناش ربما تغي موث نيختو غي تمتى ما يمي لأنه أمي غي يذف غير حبس رضوني غير حبس غير سبيطار غير سفاح غير يزاث يوذف برمادي سجل الدخول يعني ودليل قاطع باللي السيدوى انغنت
وحصاورنت دغيا نضانت دي سبيتا باش نضان التهمه خيخ فنسن. والدليل انه بنادم وميثو ينغى سبيتا لان باش تنفذ غا سبيتا لابد تسجل لا تقدر يجي ستخيغن لابد نتواتي كيشا. والدليل ان مراد ويكيشا تسجيل الدخول انه العائله النس اواني ومي غيمث توغا السفوغن تشان توريقين تاع ناس نيجن توريقت مرمي يوذف غسبيتا ومي غاث روح العائله الناس باش الغزان دوين التاريخ مرمي بناد ماتي السيد فن غسبيتا ناس الاداره نحبس عفوا الاداره نسبيتا نشين بناد مع عماس وغاد يوسي عماس وغاد يجي ذا ونتا دليل قاطع مدى التلاعب الاحتلال العلوي بجميع المستويات جميع سمى المؤسسات الناس تيران زي الارواح إريفيين لأنهم مجرمين قتل إرهابيين أم محمد علوي أمام البوليس نديسكا أم رعسكا أم المخابرات أم ضبيبون أم الأساتذة مارة غاس نيجي الحقد خاريف ذي ريفيين. إذن نيخ باللي وذين رديش الدليل يثبت باللي فرانا ومقان ثومتا الشهيد مراد وينت غسبيتا وذين يجيو الدليل انه ذي ماس ما مش تقع. الدليل الوحيد نيخ الورقة الوحيدة هو وميثي ذي سين مسكين جثة هامدة شهيد الصفغنتيد باش اثاح اثنبرن. المهم ذا نتا نطرح شوية سقسان ماشي طرح خنخ الدولة لان السنغين للدولة واتقرا ديج نحجث نطرح ثن اقوية ويا في افق ربما ذي المستقبل نوض هاد النصاصي سقسانا خاص نسيور سقسيا مزوارو يقا ماني توغا الشرطة ننضا ويروحن اذمن عن وانيتا وميقان مراد مارانيشان الشخصية وميقان مراد توغا يخدم ذي المخدرات ما يمي وغاس روحنشا اتعتقلن وما يمي ومي غاس وحن وحن غاس سيجن التهمة النغنية يعني واش التهمة يتوغا واتجيشا مسجل خذنا ذما قيناست بعدا وميثغطفن يخسجين التهمة المخدرات. المهم وعلى أي أساس بنان التهمة ويستنين ويث يعني مرن كسش كم نواها منت الأدلة إغاسن غا البوليسيين نخ الشرطة يا ضد نختودين الشهيد مراد. مهم اسقسي مكارو باش نكمل الموضوع ما يمي ومي يموت مراد واستني انشاء العائلة ذوا ذا سقسي مكارو هذا زنعاودو سقسي ما يمي ومي يموت مراد يعدو 3 ايام مع 4 ايام يعني الاحتلال العلوي ذي مار رسم الاجهزة النزل مؤسسات النس ما يمي وخبانشا العائلة الشهيد اذا سنين باللي مثوم يموت. وهذا السؤال اذي قيم يوير معليك وتجيبوا الشخص اللي ديراغان زير حبس يناس يماس باللي يموت يمكن الى حدود الساعة يري عالي يماس قد رجع ميست غير ساقتي الدا أقدر حسن.